بسم الله الرحمن الرحيم. مندوبية دعوة الجاليات بحي الجامعة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله الذي جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، فشدوا إليه رجالا وركبانا، فكان الحج للإسلام علما وللعائذين حرما، وشرفنا برفادته، وكتب علينا أهل البيت وفادته وإكرام زواره وضيوفه، وصلى الله على خاتم رسله نبي الرحمة وسيد الأمة وبعد. نظرا لدخول أعداد كبيرة من غير المسلمين في الإسلام ووجود الكثير من الجاليات المسلمة في مختلف مناطق المملكة وحاجتهم لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام، لذا فإن مندوبية دعوة الجاليات بحي الجامعة قد أخذت على عاتقها القيام بمشروع حج المسلم الجديد، وذلك من منطلق إدراك القائمين على المشروع للأثر الكبير الذي يعود على المسلم الجديد الذي تتاح له الفرصة للالتحاق بالمشروع وبرامجه المختلفة. وقد تبنت المندوبية هذا المشروع العظيم منذ عام 1428 للهجرة، وتقوم في التطوير المستمر له ولبرامجه مستفيدة من خبراتها المتراكمة على مدار تلك الأعوام ومن خبرات المكاتب التعاونية المشاركة بالمشروع. ومنذ ذلك الحين والمشروع في اتساع وتطور على جميع مستوياته وبرامجه عاما بعد عام، فمن 250 حاج فقط في أول عام للمشروع عام 1428 للهجرة، وصولا إلى 3000 حاج في عام 1431 للهجرة، وفي هذا العام وصل العدد إلى 4000 حاج. ولم يقتصر القائمون على المشروع على زيادة عدد الحجاج فقط، بل كان للتنويع في جنسياتهم ولغاتهم نصيب كذلك، فمن 6 لغات فقط في الأعوام الماضية ليصل هذا العام بحول الله وقوته إلى 12 لغة. I was a moderate Christian and now alhamdulillah Islam has changed my life completely, you know, the way I act with myself, with my Lord, with my family, my community. It's all completely 180 from the time I was Christian now to the time being Muslim, alhamdulillah. My life is like night and day from, you know, before Islam to now after Islam. The way I see life and the way I go about life has completely changed for the betterment. ولأن الحج فرصة عظمى قد لا تتكرر للالتقاء بمسلمين من مشارب مختلفة ونحل وطوائف تشوهت عند كثر من أتباعها صورة الإسلام النقية ومفاهيمه السامية وعقيدته الصافية، لذا فإن مشروع حج المسلم الجديد يعتبر على قمة هرم المشاريع الخيرية والدعوية، حيث تتحقق فيه الكثير من المنافع للحاج، ومنها أن يكون حجه طبقا للسنة النبوية خاليا من الأخطاء والمحظورات،
الدخول في دورات علمية تبين له أمور دينه، تصحح له الأخطاء العقدية والمنهجية. دخول كثير من أهلهم وذويهم في الإسلام خلال أيام الحج عن طريق الجوال الدعوي، ما يكتسبه الحاج من سلوكيات وأخلاق حسنة من خلال مخالطته بالدعاة والمشرفين والمعلمين. أشهدوا أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد قمنا بزيارة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وسألناه عن مشروع حج المسلم الجديد. هذا المشروع مشروع جيد، والدعوة إلى الله لإبراهيم الكريم وتصحب هؤلاء ولتسير الحج وتوصيله لنشرات طويل الإسلام ومحاسن الفضائل، عمل صالح خير، الله يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهو عمل صالحا وقال إنني مسلم، فلا أحد أحسن هذا العمل ولا أفضل هذا العمل. نسأل الله أن يوفقكم من خير. والنبي يقول لمهدي علي هو الذي يسير يقول لعلي هو الله لا إله إلا هو لا يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حول الناس. وخلاصة هذا القول أن هذا المشروع بذرة خير ولبنة صالحة في بناء الأمة الإسلامية ومضمار للتنافس في الأجر وخدمة ضيوف الرحمن. من أول ما حضرت الترتيب التنظيم في شباب الخدمات ما شاء الله والله العظيم ذولا يمكنهم الجندي المجهول في المخيم، يعني القيل الذي يشعر بمدى العمل الذي يقوم به، يعني فرغنا تماما للعمل الذي جئنا من أجله، لم نعاني لا نقص ما لا نقص إذا كل شيء والله العظيم يعني يسير على أحلى ما يرام. اللهم تقبل هذا العمل من القائمين عليه والمنفقين والمتصدقين والدعاء وكل من ساهم في إنجاحه. نشكر لجميع من ساهم ولجميع من عمل، وأسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مندوبية دعوة الجاليات بحي الجامعة تحت إشراف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. اكفلني ولك مثل أجري. شكرا كثير مندوبية جامعة الحاج أتنج جنيدي. شكرا كثير مندوبية حي الجامعة. شكرا كثير مندوبية حي الجامعة الحاج أبي محمد ياندي. Syukran katsir mandubia hayal jamaah Al-Hajj Sujana. Syukran katsir mandubia hayal jamaah Al-Hajj Zainuddin bin Tasim. Syukran katsir mandubia hayal jamaah Al-Hajj Fardi Ahmad bin Rahman Saidi.
المملكة العربية السعودية، جدة 21468، صندوق بريد 34038، هاتف رقم 6808082، فاكس 6884771. الموقع الإلكتروني www.عينية.com.